بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. يا أهل النار، بركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما مات رآه أحد تلامذته في المنام وقال: ما فعل الله بك يا إمام؟ فقال له الإمام الشافعي رضي الله عنه: لقد غفر لي ورحمني وزفني إلى الجنة زفا. لقد غفر لي ورحمني وزفني إلى الجنة زفا. فقال له تلميذه: بما نلت هذه المنزلة يا إمام؟ قال الإمام الشافعي: بما كتبته في أول كتاب الرسالة. طبعا الإمام الشافعي حجة في العلم رضي الله عنه، ونفعنا بعلمه ونحن على مذهبه، وكتبه عظيمة وكثيرة، منها كتاب الأم عمدة فقه الشافعي وكتاب الرسالة للإمام الشافعي. قال تلميذه: فذهبت إلى مكتبتي وأخرجت كتاب الرسالة وفتحته، فإذا في مفتتحه كتب الإمام الشافعي: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أحباب، إن كانت لك حاجة فلا تسألنها إلا الله سبحانه وتعالى. لا تطلب شيئا من أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كي يبغض الناس في مسألة الناس، وأن الإنسان إذا طلب أي أمر لا يطلبه إلا من الله سبحانه وتعالى. قال فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مسألة الناس من الفواحش، ولم يحل الله فاحشة من الفواحش إلا مسألة الناس. ده تغليظ لأمر مسألة الناس. وروى أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه موسى: يا موسى، لأن تدخل يدك إلى المرفق في فم التنين خير لك من أن تقف بباب لئيم أغناه الله بعد فقر. وهذا ينفر من مسألة الناس ويرغب أنك إن كانت لك حاجة فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي بابه لا يغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يغضب يسأل. روى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نبايعه، وكنا حديث عهد بالبيعة. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنا 9 أو 8 أو 7 ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تبايعون نبيكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون نبيكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، على ما نبايعه؟ قال: ألا تشركوا بالله شيئا، وتعبدوا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتفعلوا المعروف. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأصر كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تسألوا الناس حاجة وسلوا الله سبحانه وتعالى. قال عبد الرحمن بن عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط منه صوته، فلا يطلب من أحد أن يأتيه بهذا الصوت، وإنما يقضي حاجته بنفسه مخافة أن يسأل أحدا غير الله. عندنا في سورة النساء: يا أحباب،
ولكم وحشة. اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا في سورة النساء: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى يطلب منك يا بني آدم أن تسأله، فلا تسأل أحدا إلا الله. ورأينا كما رووا أن وقوف الكريم عند باب اللئيم من أعظم الكبائر عند أهل الطريق وأهل المعرفة. إن كان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله حتى الملح في الطعام. والله والله إن سألت الله الملح في الطعام بيقين وجدته حلو المذاق كما طلبته، ولكن السؤال يكون بيقين. وقد حدد الله لنا سبحانه وتعالى أوقات الإجابة التي تقف بها بين يدي الله: وقت الثلث الأخير من الليل قبيل صلاة الفجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.